حياكم الله مشاهدينا ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بضيوفنا اللي ختامها مسك ان شاء الله. ومثل ما عودناكم في برنامج مسائي ان شاء الله من كل جمعه سنحرص بتواجد الشعر والشعراء وايضا المنشدين، والشعر دائما جميل ويكون اجمل بجمال صاحب هذه القصيده وصاحب هذا الشعر. لذلك اليوم نورينا بالاستديو نجوم في هذا المجال، حياهم الله وشكرا لهم لقبولهم هذه الدعوه. صراحه احاول قد ما اقدر والله كل مره اوعدكم، لكن هم الله هداهم يخلون الواحد يسال اسئله كثيره. انا والله ما ودي اسال، ودي استمتع معاهم واستمتع مع شعرهم الجميل، لكن ايضا ما يمنع نسالهم وناخذ ارائهم في بعض الامور. بدايه ارحب بالشاعر الجميل والانيق الشاعر هادي الفارس. مساء الخير هادي فارس. يا فيك الله يسلمك، ساعه مباركه والله استضفت معاك انا والاخوان العزيزين، وسعدني وشرفني والله اللقاء معك. حياك الله وانا اسال فيك وشكرا لقبولك هذه الدعوه. الله يسلمك. وايضا ارحب بالشاعر ايضا الجميل، وانقطع فتره طويله عن الساحه الاعلاميه ولكن هو متواجد بشعره واليوم يعود لكم بقوه عبر الاعلام بالتاكيد، وهذه الخطوه راح نتعرف عليها لماذا هذا الغياب وهذه العوده، وهل سيستمر ولا يرجع يغيب مره ثانيه الشاعر علي الشمالي. مساك الله بالخير اخوي علي. مساك الله بالخير، امسي عليك وعلى جمهورنا الغالي بالخير، وبرك الساعات اللي متواجد مع اخواني الشعراء. الله يطول عمرك. واتمنى التوفيق لك. هلا مرحبا فيك. وايضا ارحب بالشاعر الجميل والمميز، هو دائما هادي كذي ويلا بالموت تطلع معاه برايه ما يبي يزعل احد، كل ما يبي يزعل. بارك الله فيك الشاعر سلطان علي. مساك الله بالخير سلطان. مساك الله بالنور وتشرف فيك دكتورنا وبركه على الدكتوره. الله يبارك بعمرك، مشكور ما قصرت وشكرا لقبولك هذه الدعوه وحياك الله معنا. للحين وصل ما تبي تتكلم؟ تبي لا اليوم ما بفجر واليوم نتكلم شبابيه عاد بريحيه. لا ان شاء الله شبابيه. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وسعيد بلقائي معاكم. راح انطلق معاكم اليوم في عالم الشعر والشعراء قبل ان نسمع القصائد الجميله من حضرتكم، لكن اليوم نتكلم على الساحه الشعبيه ومدى رضاكم اليوم كشباب ايضا ومن ضمن هذه الساحه، وعندكم يعني هموم ومشاكل ايضا في هذا الموضوع. اليوم الساحه الشعبيه على الشمال كيف يراها؟ الساحه الشعبيه الشعريه تحديدا بالنسبه لساحتنا في الكويت يعني ولا تبي الخليج عامه؟ اي محليا. والله محليا الساحه فيها تخبط كبير. من اي ناحيه؟ وفيها قصور من الناحيه الاعلاميه، من ناحيه المساواه بين المشاركات الشعريه. نعم. بالذات بالجانب الكويتي والقصور باخواننا الخليجيين يعني. نعم. اتمنى يعني ما يكون في انتم مظلومين اعلاميا يعني تكرار يعني. لا مو 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 شرط انا ولا اخواني يعني، في مجموعه ما نتكلم عن علي بشخص بشكل عام يعني الشعراء مظلومين اعلاميا. لا 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 اليوم اي نعم بشكل عام الشعراء يعني مع الاسف يعني مع الاسف ما في لهم اي يعني من الجانب الاعلامي ما في دور او اهتمام للشعراء يعني في قصور من الجانب الاعلامي. كل مكان موجودين شوين. والله شوف انا بقول لك شغله، هذا اجتهاد من الشعراء جميل ولكن الجانب الاعلامي مقصر جدا في 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 ظهور في ابرازه في ترويجه. نعم في ترويجه للشعراء ومواهبهم وصقل مواهبهم واظهار الجديد اللي يقدمونه والامور هذه. جميل. سلطان تتفق مع علي ولا؟ والله اتفق، والاعلام محبه، اذا حبوا الشاعر وهذا طلعوه باحسن صوره يعني. المحبة هي، أنا مثلا أطلعك عادي ما عندي مشكلة، بس يعني الضوء ضوء مو عليك، على شيء ثاني. فالشراء ينظلمون من الناحية هذه يعني. هذا اللي أنا أقول يعني لازم أني أنا أحبك اليوم أنا كقناة إعلامية أو قصدك مجلة أو إذاعة أو ككاتب صحفي حتى أبرزك أنت كسلطان تقصد، أو شنو تقصد بالمحبة؟ ولازم تنحسب عليهم قبول جروبي مثلا ولا القبول طبعا القبول هذا من الله سبحانه وتعالى. قبول لكن من نتكلم لكن شعراء مظلومين في 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 مظلومين اللي بدون قبول، لكن شعره تبارك الرحمن يعني جميل يفوق الناس هذه كلها، لكن قبول ما عنده قبول. قبول وين بالضبط؟ قبول من الناس؟ لا ما هو بيد الاعلام يعني القبول. لا بالاعلام اقول لك انا. ها بالاعلام يعني مو قاعد يبرزونه؟ اي مو يبرزونه، ما يسووا له. ليش؟ ما يحتفوا له. يا اخي يمكن حظها يكشر بعد شو يسوي؟ لكن عاد بيسهلها الله ان شاء الله. ان شاء الله هادي بنفس الموضوع اليوم تتفق تختلف يعني هي وجهه نظر. والله انا متفق مع اخواني بكل شيء ولكن اختلف فيهم بعض الامور. انا اشوف الساحه الشعريه عندنا في الكويت ولاده. نعم. يعني اذا ما طلعت من الكويت تطلع من وين؟ كل الشعراء العمالقه طلعوا من الكويت. نعم. الكويت طول عمرها اصلا تخدم الشعر. اول من اسس ديوانيه شعراء النبط، اول من اسس امسيات حلف فبراير، مجلات الشعريه الكويتيه. نعم. اقوى مجلات شعريه على مستوى الخليج. صحيح. وكل اعلاميين الشعر خدموا الشعر، مو ضمنهم قناه الرايه عسى الله يحفظها ويخليها طاقم كامل. يوم بغينا نوصل للقناه فتحوا لهم ابوابنا، يعني ما في شيء معجزه، بس في مرات
شخص ما عنده نص يقدمه، شلون انا اخلي الناس تقبلك قصب؟ او شخص ما يعرف يعد القاء، او شخص مثلا غير مقبول، يعني هذه توافيق من الله. مرات يمكن بيتين في الانستغرام تقولهم تنتشر على جميع مستوى العالم العربي. نعم. فالناحيه كلها هي موضوع توافيق ولا ساحه. اذا اليوم الشاعر مو مهضوم حقه. لا والله بالعكس، الشاعر مو مهضوم حقه. والله من فضل الله الكويت يعني من وين ما تبي تروح الكل يدعمك. بس اذا انت تبي تجي تغصب الناس وانت مثلا ما عندك مثلا شعر، ما عندك مثلا كاريزما، ما عندك ما صعب انك انت تخلي الناس تقبلك. ايضا بالضبط ذكر الكاريزما، يعني اليوم اداء الشاعر، حضور الشاعر، شكل الشاعر، هل هو مطلوب لخدمه الشعر والشعراء ايضا اليوم علي؟ يعني يقول كل يوم الكويت ولاده، الكويت فيها شعراء، فيها دعم، الابواب كلها مفتوحه، يعني يختلف معاكم. ايش تبي مثلا ما يقطع ايش تبي اكثر يقدمون اكثر من كذي؟ بالضبط شنو اكثر من شنو؟ انا بوضح لك شغله، انا مع اخوي في اللي قاله، هو تكلم اخوي عن جانب معين. نعم. والجانب هذا ما حد فينا يختلف عليه، ان الكويت ولاده للمواهب سواء على المستوى الثقافي او الرياضي وغيره. الكويت من الدول المتقدمه في الجانب التراثي مثل ما ذكر اخوي ديوان شعر النبط وغيره، وحنا اصلا ما طلعنا الا عن طريق المعدين القدامى. وين المشكله اللي تختلف؟ المشكله الحاليه الوقت الحالي، انا ما اتكلم عن السابق. نعم. يعني لا تكلمني عن 10 سنين حالياً. لا حالياً الوقت الحالي، يعني الوقت الحالي أو 5 سنين وجاي، يعني مثلاً أنا بضرب لك مثال، يعني في بعض المهرجانات تعتبر مهرجانات وطنية تكرر أسماء خليجيين مع احترامي الشديد لهم ونسبة قليلة في مشاركات الشعراء الكويتيين. أولى ابن الوطن الشعراء الكويتيين، يعني ها أنا أتكلم على الجانب هذا دائماً، يعني ولا أنا بالعكس يعني الصفحات فاتحة. إذا أنت تلاحظ بأن الأعياد والمناسبات الوطنية بالضبط. المشاركة الخليجية بالضبط. فيها أكثر من أبناء الوطن. نعم. وهذه الأسماء تتكرر طبعاً. بينما أبناء الوطن يعني حقهم مهضوم في هذا الجانب. تتفق انا هذه الزاويه اتكلم منها من خلينا ننطلق يعني. شعر خلينا نحول شعر وخلينا نهدا. في شيء تبي تعلق عليه هادي؟ لا لا اقصد يعني هم تجي دول الخليج، الامارات مثلا. نعم. قاعد تقدم شعراء خليجيين على مسرحها ونجوم. تجي مثلا السعوديه، البحرين، نفس عمان مثلا. ما لكن انا هضم شخصيا حق شاعرها، ما اعرف اسماء شعراء يعني والله ما ونعم فيهم. لا شاعرها المحلي هضم حق شاعرها المحلي ام ايضا بارزين دور لا الشاعر؟ لا كل بالعكس يعني متوازن الادوار. دول الخليج تجي للامارات مطلعين شعراء الخليج كافة، تجي العمان مطلعين شعراء الكويت كافة والخليج. جميل. يعني الأمر متناسق. قبل لا نأخذ فاصل قصيدة واحدة كنت رول ونأخذ. طيب من حاب نبتدي مع أكبر عمر ولا أقدم شعرا؟ ما تعلى الحاد. لا الله يطول عمرك. ما عليك زود. أنا مدام قال هالكلمة ببتدي منه. لا لا الله يطول عمرك. نأخذ هذه من القصيدة ومن قصيدة هادي مشاهدينا نأخذ الفاصل إن شاء الله مع قصيدة هادي الفارس. شو تختار لنا هادي شوي؟ أقول تدري وش اللي يقسم القلب نصفين، وتدري وش أقسى من عذاب الخيانة، الكلمة اللي تجرحك من عزيزين لا جت مقصودة ولا هي ميانة، أقوى من رماح الغدر والمعادين تذبحك في قفلة وقدر ولعانة، بالذات لا جاتك وحولك قريبين ولا صرت عاجز عن رد الإهانة، ما هو لجل عينه العين الكريمين نحشم وجيهن ما تعز أرفقانا، أجيبها من وين واردها وين، كلمة خراب ولا تفيد الصيانة، نقدر الطيب على الرأس والعين ولا الردي ما هو على مشتهانة، والله يسود وجه كل الخبيثين اللي على نهج الردى والعفانة، عرفت في وقتي وصوف الرديين الكذب والخيبة، الكذب وخيبة وحزن وجبانة، وعرفت أيضا من وصوف الوفيين الصدق والشيمة وحفظ الأمانة، تبقى الرجال أصناف وهم صنفين، الطيب الوافي نضحي عشانه، كرامتي عند الرجال السلاطين ومكانتي ترقى سما عن مكانه، نفسي ثمينة ولا تحب الرخيصين، تموت ولا تقبل تعيش المهانة. صاحب داك طول يومك مانع نفسي وأنا والله قاوي، أسأل الله الهدى ربي هدينا، يا الخوي بالله قل لي ويش ناوي، الشعر ما مات لو يبطي يجينا، عجعج الميدان يا الحر النداوي، وان بغيناهم ترانا ما علينا، تكسر المدة على من كان خاوي، راعي الوجهين بعناه وشرينا، كل قرم زاهي المدة وهاوي، يعتلي الأمجاد يوم نعتلينا، كل ذيب فوق مرقابه وعاوي، له سبب دايم ولجله ما سرينا، وكل طيب فالمراجل شفضاوي، وحنا في طيب المراجل
كم ضوينا لعنب ومنصد في يوم النخاوي خالي قلبه مر ومن مثله نسينا صاحبي من مثلنا وقت العزاوي صاح يم القوم يا قوم انتطينا الحمية سلمنا مع هالهقاوي والسطارة والنعر منا وفينا يوم سطوات الحمايل والمناوي دون ما قف ربعنا كم احتمينا أجهر بها دوم والحال امتساوي لغيرها والله ما كنا عنينا. يقول يا صعب يا علي يا صعب الأيام قدام الهغير أنت خف مشكلة وانت كلم مشكلة عرضوه بزهرة العمر للدرب العسير ضيعة أخوانه وضيعة عياله وهله كنا هلي عند راعيه مكسورة الجرير عذبه كثرة مكافخ وتله وشكله من عقب ما كان يقلب على الحومة ويطير بيديره ما ترفى الجناحين اقبله اعترض له واحد من طواريحه الأمير ودق دربيله وبشر ربوعه وغفله وانصحه واحد من اللي معه قال العصير خوفك الطير من الأزوار لزاد اجفله من رحوه الليل كله اللي الصبح الكبير وانكتب لك ربك الرزق محدنا يوصله واستخار وصبحه بالركاده بالمسيد لين شافه عن مكانه قريب وهبله ونحذف له من قطع تمس عن شور الخبير معاودين فزعوه الجماعه وهبله ثم صاح بصيحته مثل صيحات الغرير ومهدوه وصوره للمعزب وارسله شفت هذا اللي حصل كله بالفقير كل يوم يواجهه المصيبه نجهله وده انه يبتسم ويعزم ميل المصير وكل الفقر المسمى عدوه المرجله عنده انه بالغناعه يصير اللي يصير لين حط براسه البيت هذا وقفله من يقول الناس للناس والدنيا بخير اعرف ان الفقر ما مر صوبه شر. اقول يا صاحبي بعطيك قولا من الماس وبيديك فرصه واقتنمها غنيمه دور على اللي خوته ترفع الراس عزيز نفس له معزه وشيمه لا جاك صيته عند الاجواد نبراس وعند النشامه له مكانه وقيمه لا سولف هلجه وعطره عذب الانفاس ما قال شيء ما يجي في صميمه قرناس لا جانا ولا راحه قرناس وما حول بقى عرده والنميمه وجنب عن اللي ما ملك ذره احساس ولا عاش في عمره حياتنا كريمه مضيع وقته مع شله انجاس راحت حياته بالخزى والهزيمه مضيع وقته مع شله انجاس راحت حياته بالخزى والهزيمه اعرف ترى بالمرجله وزن وقياس ولا بد تفرق بين رجله وبهيمه رجل بفعله يشهده كل الاجناس ورجل يهايط وارتخى بالعزيمه ورجل اللي يا منه وعد يوفي الناس ورجل قبل يوفي يشاور حريمه. صح لسانك صح لسانكم جميعا بارك الله فيكم. يبدو هني المقناص ماخذك ها والطير شادك إيه عسى السنه هذه في شيء في طرح ولا ما ما قناص والله انا انا مو صقار ولا راعي مقناص لكن اخذ ماخذ فكره اي من شيابنا وهذا ماخذ فكره وحطيتها في الفقير فشبكت هذه دائما تكون في مواقف يعني قصائدك تعبر عن موقف تعبر عن حكايه تعبر عن قصه حدثت لاشخاص او صارت معك اي هذا اللي انا اكثرها تصير يعني هذا تميل يعني كتاباتك تميل لهذا الجانب اي تميل مواقف موقف اي مواقف واجسدها بقصيده لازم انت تكون متعرض لها سلطان ولا ممكن تسمعها من احد تعرض لا اسمعها من احد ولا اواجهها انا اي هذه بين هذه اليوم علي تعليقك على البرامج اللي تدعم الشعراء من ناحيه المسابقات اللي قاعد تتم في بعض البرامج التلفزيونيه الخليجيه، هل هي تخدم الشاعر تضر الشاعر تخدم الشعر تضر الشعراء؟ والله شوف عشان نكون منصفين يعني هي خدمت الساحه بشكل كبير لكن في جانب معين حصل فيه نوع من الظلم ونوع من الاجحاف. لي يعني في بعض المسابقات مثلا يفترض انه يتقدم طرق وزن معين نعم ويفترض ان المشاركين يردون على نفس الوزن ونفس نعم. القاف ونفس طارود انها مسابقه يعني نعم. مسابقه محدده الى شيء معين يرد فيه الشاعر. اللي حصل؟ اللي حصل انه في مسابقه ما انجز الشاعر ما رد على نفس الوزن ونفس القافيه ونجح الاول. يعني مو تصويت يمكن تصويت يمكن وين كان تصويت يعني. يفترض ان اللجنه لها دور يعني ما يوصلون المرحله اللي يتم فيها التصويت. على طاري اللجان اليوم هذه هل تشوف ان اليوم نقاد الشعر والشعراء على نفس المستوى السابق اللي موجود ولا اليوم اصبح اي شخص حاب انه يبرز في هذا المجال انتقد الشاعر المميز حتى انك انت تصل معاه الى القمه؟ قبل اخوي راشد ما كان في تويتر
على أول كان النقد يجي في اتصال هاتفي، في مسج، في ديوانية، في مكان يتقبل الشخص الآخر. فتويتر صار للعام، فلما أنتقد أنا شخص أمام العام هو نقد يعني ممكن أنه يفيده بس يجرح شخص نصارة العامة. دائما النصيحة لو كانت في خصوصية تفيد الشخص اللي أنت بتنصحه. الشيء الثاني من ناحية لجان الحكام، لجان البرامج هذه تعتمد على التصويت المسج، يعني انتهى شاعر من يجتاز مرحلة معينة هذا شاعر لا غبار عليه. نعم. عاد تبقى المراحل الباقية على التصويت. فالأمر يعني تعود للتوافيق. هل البرامج هذه أضافت للشاعر؟ في ناس استضفناهم قال لك الشاعر اللي شارك بهذه المسابقات ما هو شاعر. لأن يفترض أن الإنسان يعني إذا أنت عارف مكانتك الشعرية وعندك مثلاً كلمة ما تنطر برنامج يقيمك. أجي أقبل شاعر تختلف معه. أقبل شاعر عمره مثلا 18 سنة أو 20 سنة دخلتها لجنة التحكيم. ويضاهي شخص آخر عمره مثلا 50 سنة. هذا يملك من العمر من مراحل الشعر الخبرة والحياة ومدرسة الحياة بما يكفيه من الثقافة أن يكتب أشياء ما يقدر يكتبها في العمر هذا. إذا تجده أبو 20 سنة ظلم يعني أبو ثاني. أكيد أنا لما أسوي شخص مثلا برنامج خاص للشباب فئات مبتدئين مثلا أو أسوي حق الشعراء في سن معين لأن الشعر ترى يتطور مع المرحلة. سبحان الله، ترى الشعر موهبة. مرات تجيك شخص صحيح أنه صغير بالسن ولكن الملكة اللي يتمتع فيها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني جميلة جدا. نرجع للشعر، شاء سلطان شنو حاب تختار لنا ونسمع؟ والله اللي تبونه طال عمرك. التليفون ما تستغلون عنه الحين، كله تسجيل. والله حاضر هذه عامل حساب يعني حاط الورق معاه وكاتب الورق يعلق التليفون شيء. شو اسمك انت؟ كلكم تعانون من الذاكره يعني ايش كلكم تعانون اليوم من الذاكره والنسيان. حدني على الغزل. كنت غزل يعني. سلطان شنو حاب تسمعنا؟ غزل فراق. غزل كيف كتب كيفك انت اختار عشان من قصيدتك نطلع فاصل. فراق طلع. تفضل. غلطه عمر واللي انكتب حصلته ويا رب مما صار لا تبلاني الحب نعرف اخره وولته ما فيه واحد فيه غيره يعاني وانا احب اللي ما كد قابلته الا على حشمه قبل يلقاني جازفت ابي وصله ولا وصلته نصيب ودري كل شيء انه فاني وراح ثلاث سنين ولا طلته خذلان والخذلان موت انه ثاني وان جيت ادور حل في مشكلته قامت ورا ظهري تزيد احزاني وصد عنها من كبر منزلته عشان لا من راح ما ينساني وعقب التعب والضيق واللي شلته كان انا معتبرك من اخواني لكن يا مرسل شوقي راسلته قل له هذه بيتينه ووصاني انا اعطيتك قلبي وهملته ليتني ما اعطيه واحده. الله صحه وسلامه. هي اللي من خيالي ما اختفيت اعشقك عشق الصحاري للمطر ما وفى ظنك معي لكن وفيت طرفك الساحر فالشفاء جمر يرمشك ترفق لا نويت الغنج طبعك شبيهك هو قمر شاغل الهاجس عن الدنيا طويت كل حرف وكل حس وكل درب سانك المخطي فلم سامح نسيت ما هو كيفي غلا حسنك أمر عطرك الفاخر وهمسك عندي بيت من عيون الشعر ما قل وندر صيت حبك من رياضك للكويت ما تضعف هالمسافة والعمر أبتدي بالقاف وابدي ما انتهيت ما أتخالفني بحورة من الشعر حي لكني على طاريك ما يتشف أموت بلفح شعرك لن تثر المكاد اني بليتك وابتليت وانت خابرني معك ما لي عذر يا تجيني من رياضك للكويت أو أجيلك طائر بلحظ أو أجيلك طائر بالمختصر. صح لسانك صح لسانك. مشكلة الغزل دائما الشاعر متهم بأنه هو صاحب التجربة. والله مو شرط لا بالعكس. لا دائما هذا الاتهام يعني اللي يكون وجهه لكن هي في النهاية مخيلة. تبنى فكرة يعني بالنهاية الشاعر لسان حال المجتمع يعني ممكن أنت يعني تتعاطف ويا شخص معين أو تأثر في فكرة معينة أو قصة معينة. بس من الرياض الكويت يعني ما أعتقد إنه. يمكن رمعة يمكن ما هي شرط يمكنها كويتية راح الرياض. ويمكن خيال يعني في النهاية. ممكن صح.
كل شيء جاهز والمعلم بطن الشاعر هذا دائما ابى اعرف مو صح المقوله هذه المعلم بطن الشاعر يعني اجاز للشاعر ما له جزء لغيره يعني تركي مو صحيح بطن الشاعر مو صحيح هذا مو صحيح بقلب الشاعر شلون بطن بقلب الشاعر اكيد وليش حولها بطن ولا تغيرت انا ما في الجون هو دام البطن دا يقول كلبل بالبطن اي المشكله لا بالقلب هو قصيد بالقلب والقلب يمكن اذا غزل يمكن اذا 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 مو غزل انت حاب تمدح احد تذم احد اي النوايا هي النوايا بالقلب ترى النوايا بالقلب ما تصير بالبطن لو شنو الناس غيروها لكن خلينا نرجع نقول صواب ضاع افضل من يعني شلون صواب ضاع افضل من خطا شائع صح فهذا الصواب ضاع البطن يجيبونه مثل يقول مثل البطنه ريح ما يستريح او نعم. مثلا البطن يجيبونها دائما انه في الباطن في المخفي اخوي نعم. هذه هم ركبوها يركبوها بالطريقه هذه والله عندكم شعراء وانتم تفكونها بينكم كيفكم اليوم الشيلات سلطان هل انت مع اللي قاعد يحدث في عالم الشيلات اليوم الشاعر هو في حاجه هذا المنشد ام المنشد اليوم هو في حاجه هذا الشاعر هل المنشد اليوم بعد هذا الانتشار وبعد المكانه اصبح يتحكم بالشاعر وبالكلمه اقبل هذا وارفض ذاك تعليقك ورايك في هذا الموضوع طبعا المبدع ما عليه غبار اي منشد يجي هذا هو شيء وثاني شيء كلامك بعد صحيح اللي المنشد قام يختار الحين وقام يختار واحد ويرفض الثاني مع ان الثاني اشعر من في السابق يبحث عن الكلمه فقط يقول اعطني خلني والله تكفى بس اعطني 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 اخر شيء لا طلع قال لا انا برفض هذا واحط هذا ما تشوف انه من حقك وانا وصل اليوم الى نجوميه وعنده جمهور وعنده مسؤوليه يعني انه ينتقل الكلمات اللي راح يؤديها لا دكتور مستحيل كلامه مستحيل ان انت طالع من شعراء يعني انت لولا الشعراء نعم يعني شو تشيل تبي تشيل شنو ما تقدر تشيل شيء يعني تبي تشيل يعني مثلا اغاني عراقيه روح كيفك على خير بس انت لولا الشعراء هذه ما طلعت ولا صرت منشد فلان فلان يعني افترض ان تعامله يكون يعني لازم 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 يعني يعطيهم حقهم هل تجد انها كثير عند كثير من اصحاب المنشدين ولا هي قليله عند بعض الفئات؟ بعضهم بعض بعضهم الزينين وبعضهم بس اكثرهم طبعا اللي هم على كلامك قلت انا اللي هو اكثرهم شنو؟ اللي هم يتحكمون بالشعر والشاعر قبل بالشيء هذا؟ يقبل وما عنده مشكله ما عنده مشكله اي لانه بيطلع الجمهور وهذا رجال ناجح هذه تعليقك على هذا الموضوع اليوم في عالم الشيلات اليوم صارت حلوه في شيلات يعني يستخدمونها في المناسبات الوطنيه مثلا نعم في الافراح العروس يعني حفل الزفاف كذا شيلات قبليه او نعم شيلات عن العوائل نعم فصار حتى في الحريم يعني جانب النساء قام يسمعون الشيلات بقوه يعني نعم يعني بس انها الشيلات المنشد يختلف تماما يعني عن اليوم المنشد يكمل الشاعر الشاعر يكمل المنشد ولا ان هي فقط كلمات تبيها توصل يعني مثلا المنشد يشيل له مثلا 1000 شيله من ينجح بشيله واحده نعم عكس الايه هو ناجح مثلا من القصيده اللي طلعت كلمات القصيده نجحت يقوم عاد يعطني فلوس يعني تجي الفنانين كبار كبار فنانين مثلا بحجم نجوم الفن كغناء نعم اول كانوا يدفعون فلوس حق الملحنين والشعراء عشان يغني كلماته او يلحن. مثلا انت عندك الشاعر الجميل بدر الصابري اللي هو نعم. القلوب الساهيه نعم. ما كنت احس ان القلوب الساهيه تشتاق نعم. يعني في كثير من الشعراء يعني ما امراء كثير كتبوا للمطربين جميل صحيح فهذول المطربين كانوا يبحثون ويدفعون ويخسرون على اساس انهم يحصلون كلمات جميله 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 الحين يجيك منشد ما مداها يعني نجح له بشيله شيء قال والله عطني فلوس على عطني كذا اذا شكرا على تواجدكم اليوم وشكرا على هي في النهايه وجهات نظر وأراء تشرفنا جدا بتواجدكم معنا وقبولكم هذه الدعوه وامسيه جميله جمعتنا معك وعلى خير ومحبه كل الشكر لك الشاعر هادي الفارس شكرا جزيلا وايضا الشاعر سلطان علي شكرا جزيلا والشاعر علي الشمالي اترك كلمه الختام لكم وايضا قصيده من كل شخص معاكم ونختم حلقتنا لكن كلمه الختام استاذ علي شنو تقول؟ اول شيء انا تشرفت باخواني الله يحفظك انا مطلع عن الظهور الاعلامي وانا سعيد في تواجدي معاكم اكثر مني اكون محاور او شاعر القي قصيد اني سمعت اخواني واستمتعت وياهم للامانه بارك الله فيك واتمنى لكم التوفيق جميعا واتمنى ان احنا اثرينا الحلقه فيما يستفيد منه المشاهد يستفيد منه الجمهور والساحه الشعبيه شكرا جزيلا لك اخوي سلطان تشرفت بالدعوه وانا شاكر لكم واتشرف باخواني الشعراء وتشرف بشايبنا حياك الله سلطان تونستني بكلمه الشاعر فكيتني منها فكيت فارس اخوي هادي مشكور اخوي راشد وتركي على هذا اللقاء الجميل مع الشاعر المبدع الاعلامي علي الشمالي واخوي المبدع الجميل سلطان علي
يعلم الله يوم جميل وسعيد اني اكون احد المشاركين معهم. احنا اسعد وحياكم الله. انا بدوري اودعكم مشاهدينا واقول لكم تصبحون على امن وامان وصحه بالابدان. كنت معاكم راشد حسن، ولكن الختام ساتركه مع هذه الامسيه، مع هذه الكوكبه، مع هؤلاء النجوم. نتمنى لهم كل التوفيق والامانه، واشكرهم مره ثانيه لقبولهم هذه الدعوه. شكرا للشاعر علي الشمالي، شكرا للشاعر سلطان علي، شكرا للشاعر هادي الفارس. والختام معاهم قصيده في قصيده مع قصيده، وختام جميل وان شاء الله معطر بالورد والمسك والعود مع هذه الكلمات الطيبة، مع شايبنا على الشمالي أول شيء. ظلمتوني الليلة. قلبك خضر وشباب بالتأكيد. حياك الله علي، وتفضل قصيدتك، ومن ثم إن شاء الله سلطان تنطلق بعده. وهذه عسى ملكة الحفظ تسعفنا. اللهم آمين. يقول: علأت المنابر فضضت شاعر ووفيت، وثنيت الفرح والحزن من قلبي ولساني، من أقصى حنين ومشرقة خنزلي ما بدأت، وشديت رجلي بكوكبة شوكة، وحداني تشوفش معدي بالهرم من وراها البيت، وغيها بحنحن واستشاط بهدر داني، تلول المزامير المخاوف ولا حديت، هاود ولا عاود دعاني وعداني، هقيت الغياب أسلم حضوري ولا حديت، ولقيت الليالي ما تورد تهقواني، تعالينها هبة وتعاجيبها ما ريت، تمارد نسايمها وغنت لي الحاني، هدت عفرة بلهيت مع غفلة هديت، ولا ناحت وباحت مع ونة العاني، عنيت وتعنيت المساعي عقب سجيت، وقديتها من حد نجد الجيزاني، تهاوت عليها هالنيازك الحين وحيت، على الحد راقب النجم لين سراني، فضاعت مناظر الدجل مع حبوبه وقيت، وانا عابر الوادي وذكر اسمي سلواني، في عبقر صدى صوت يسمع ورا تكريت، تذبذب على قلبي وسمعي وشرياني، وغبة بحر مظلم ولا حوله ضحوليت، وصوت الزفي ولاح برقن تباطاني، غشاها عجاج معتر الزام رعد أدويت، وحنت مزون الوسم مدرار، واغشاني سمعت النحيب وعوي ذيب ولا رديت، تبعني ولا تعبني عاتبني ودلاني، دجللت ظلمة عمس حالك عديت، شاغبني شغوفي مع وجاعي حرماني، جرافيس بالبيدة وجوارح وانا مريت، وعقبني صور وافلام من ماضي الازماني، تناهيد مغمورة وعبرات حي الميت، غضوني من طعوني جر الاه بشجاني، تحملت ما جاني وانا مؤمن وصليت، وسمني على ملوكها واتلو قران، يا راضين سبعه هي سبب سر ما اخفيت، وسماوات غطت رمزها بكل ودياني. الله يقول: رضيت بالله رب ودين الاسلام دين، ورسولي محمد اللي سالكن مسلك، الحمد لله ماني ورثته الغامطين، والرزق بكفاله اللي كل غيبه ادركه، ويا ميتين القلوب ولنتم ميتين، المرجله تحيا الرجال وتحركه، اعزاز الانفس ما طاحت رغم ظلمه السنين، وشونه بتطيح منكم يا هلا الفبركه، الطيب معان لو انه قضى الدين دين، يعيش ما يطلب من اللي معاه شركه، وعثاير الوقت ما خلت على الطيبين، اعوذ بالله لجتهم تقول ايش بك، وعثاير الوقت ما خلت على الطيبين، اعوذ بالله لجتهم تقول ايش بك، والمشكله ما تمر العالم المنتهين، ما والله تمر رجل لو فيها أبركة، والمشكلة ما تمر العالم منتهين، ما والله تمر رجل لو فيها أبركة، والحاجة اللي تنزل قدري بكل عين، خليتها من كراهية مخلى أتنكة، وسع صدري على الأيام يا الشارحين، مع أن فيها غثى وعلومها أمشربكة، حارب النفس يوميا بجنب متين، بشيطانها مر يفركني ومر أفركة، وزمت علي نفسها وزميتها زملين، حكمتها حكمة ابن سعود للمملكة. أقول: خابر دروب الحب وافهم كلامه، حبي فريد النوع صعب المنالي، معاش جيل الأولين القدامة ولا عاشها أصحاب السمو والمعالي، عشق بدوي في هالوفا والكرامة، ما خون أنا أحبك وطبعي شمالي، يلي على خدك من الزينة شامة، يا أبو العيون السود دمرت حالي، يلي على خدك من الزين شامة، يا ابو العيون السود دمرت حالي، في عينك شموخ الملوك وفخامه، يفز قلبي في الرموشه الظلالي، في كالحله والغنج واحلى ابتسامه، يلي جديلك فوق متنك خيالي، يا الباهر المترف يا عذب الوسام، يا النادر الداعج يا نور الليالي، يا روح قلبي والفرح وانسجامه، يا مالكة شريان قلبي وبالي، يا روح قلبي والفرح وانسجامه، يا مالكة شريان قلبي وبالي، بين الضلوع العوج حبك منامه، قلبي وساده لك وقلبك غطالي،
محد ترى غيرك ذبحني غرامة قالي ولا نرخص من الناس قالي أنت الملاك اللي على فوق هامة أرسيت حبك فوق روس الجبالي يلي تعبت الشوق بيدك مرامة هرفق بشوقي يا الحبيب المالي أبحرت حبك ما عرفت الملامة يلي ودعت الحب لك راس مالي عسى محبتنا بخير وسلامة وتبقى حبيب ما انقطع في وصالي صح صح صح, 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 صح.